السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سوفيا المرزوقي من قناة سوفيا المرزوقي لمساعدة المهاجرين في إسبانيا. واليوم جيت نهضر معكم على واحد الخبر اللي خرج، يعني واحد القرار خرج في الجريدة الرسمية اليوم 1 يوليوز في إسبانيا. وهذا يعني القرار اللي خرج هو كيخص التحرك والسياحة في إسبانيا بالنسبة للدول اللي ما دخلاش في الاتحاد الأوروبي. يعني هنا كنهضروا على دول اخرى مثل يعني دول شمال افريقيا ودول العالم بصفه عامه. الا كان كيهمك هذا الموضوع وبغيتي تعرف كل التفاصيل خليك معنا حتى الاخر وغادي تشوف كل شيء بالتفصيل. ورجعت معكم الاخوان، وبطبيعه الحال كما كتعرفوا فاش كيخرج شي قرار في الجريده الرسميه دائما كنحاول نقراه ونعرف يعني التفاصيل ديالو باش نعرف شنو هي الامور اللي كاينه يعني بصفة عامة، وكنركز على بعض يعني الديتايز، يعني بعض الامور اللي هي بسيطة ولكن كتكون عندها واحد المعنى كبير بزاف. فلهذا بغيتكم تبقاو معايا حتى الاخير باش نشوفوا هذا الامر. هذا الامر كيخص يعني كاع المهاجرين بصفة عامة اللي باغيين يمشيو عطلة خارج الديار الاسبانية، وبالاخص الا كنتو غتمشيو عطلة المناطق اللي هي يعني ما تبعش الاتحاد الاوروبي، بحال في الحاله مثلا مغاربه بغاو يمشيو للمغرب، جزائريين بغاو يمشيو للجزائر، توانسه بغاو يمشيو لتونس، مصريين بغاو يمشيو لمصر. في حال هاد الامور هذه يعني كما عرفتوا قبل بالنسبه للدول العربيه فقط كاين ثلاثه نتاع الدول العربيه اللي دخلت الاتحاد الاوروبي في هذا الامر، هذا نتاع انه يسمح للمواطنين ديالها انهم يدخلوا للاتحاد الاوروبي بصفه عامه. وهنا هذه الجريده الرسميه اللي خرجت في اسبانيا هي مبنيه على القرار ديال الاتحاد الاوروبي، يعني القرار اللي خدا الاتحاد الاوروبي نتاع الحركه ونتاع السياحه بصفه عامه داخل فضاء الاتحاد الاوروبي هو اللي بنت عليه هذه الجريده الرسميه ديال اسبانيا. فاسبانيا هي بلد عضو في الاتحاد الاوروبي وما يمكنلهاش تاخذ قرارات خارجه على القرارات اللي تاخذ يعني الاتحاد الاوروبي. وطبيعة الحال هي بوابه اوروبا مع افريقيا، يعني هي طريق الى بغيتي تجي هي من اقرب المناطق لافريقيا، الاتحاد الاوروبي لافريقيا. كاين الجزائر وتونس وليبيا من جهه ديال ايطاليا، ولكن اقربهم الجزائر بالاخص من جهه ديال اسبانيا، وتونس وليبيا من جهه ديال ايطاليا، ولكن اقرب المناطق يعني دخولا للاتحاد الاوروبي هو المغرب، يعني مع اسبانيا. فلهذا كنظن انا هاد الدول هادو بالاخص يعني اول شيء القرار اللي اتخذ يعني باش يعني باش يسمحوا لهاد الدول هادو يدخلوا يعني التراب الاوروبي بصفه عامه، يعني الحدود الاوروبيه، هو بسبب يعني الوباء، يعني عندهم ناقص في المناطق ديالهم، يعني ما كاينش واحد الارتفاع ديال الوباء. اما بالنسبه للدول اللي هي عندها الوباء مرتفع واخا الاقتصاد ديالها مرتفع واخا يكون اللي كان واخا القوه ديالها في العالم راه تمنعت، بحال مثلا روسيا وامريكا. يعني حنا نشوفوا دابا الخبر ونقراو يعني ونحاولوا نشرحوه بالضبط. كما شفتوا هنا البوي بوبليكا لوس كامبيوس دي موبيليداد اي توريزمو ان تودا اسبانيا ديزدي ال 1 دي خوليو. الكاسيدي الجريده الرسميه تغير الحركه والسياحه في التنقل والسياحه في اسبانيا في كل اسبانيا ابتداء من 1 يوليوز. يعني كنهضروا هنا على قرار رسمي كما كتشوفوا هنا ديزدي ال 1 دي خوليو اسبانيا ابريرا سوس فرونتيراس اماس بايسيس. قال كاسيدي ابتداء من 1 يوليوز للاشاره المغرب غادي يفتح الحدود ديالو، غادي يخلي الناس تدوز، فقط هي يعني مساله وقت، يعني تحضير ذاك الامر هذاك لان خصهم يديزانفيكتيو الباطوات بزاف ديال الامور. ولكن ان شاء الله باذن الله انا كنتاكد لكم بان المغرب غادي يفتح، مازال يعني الى ما وقع شي امر اللي هو يعني خارج عن السيطره، ولكن حاليا على ما يعني الاخبار اللي سمعنا وعلى الامور اللي كنسمعوا كل شيء يشير الى في هذا الاسبوع الاول من شهر 7 ان شاء الله باذن الله غادي يعني يكونوا رحلات من المغرب لاسبانيا ومن اسبانيا للمغرب، غادي تكون رحلات ان شاء الله باذن الله. كما شفتوا هنايا ديزدي ال 1 دي خوليو اسبانيا ابريرا سوس فرونتيراس اماس بايسيس ال غوبيرنو ا بوبليكادو ان البوليتين اوفيسيال ال استادو بوي اون اوردن لا كي سي سينيالان لوس استادوس ديزدي los que se podrá viajar a nuestro país y cuyos ciudadanos podrán entrar dentro de nuestras fronteras. Se trata de una medida transitoria, como casi todas mientras se controla la pandemia del COVID-19. شنو قالوا هنا يا سيدي؟ مهم بزاف، ركزوا معي. ومازال عاد ماشي هذا هو يعني اللي بغيتكم تركزوا عليه بزاف، ولكن المهم نحاول نشرح لكم دابا شنو كاين. قال لك سيدي ابتداء من 1 يوليوز اسبانيا غادي تفتح الحدود ديالها
لبلدان اكثر، ما غتبقاش فاتحه غير الاتحاد الاوروبي ولكن غتفتح لبلدان اكثر. الغوبيرنو ا بوبليكا دوني بوليتين اوفيسيال، يعني الدوله اعلنت في الجريده الرسميه ديالها واحد القرار ديال اللي كيشير شنو هي الدول اللي غادي تفتح ليها الحدود، منهم كما قلت لكم ثلاثه دول عربيه اللي هما المغرب والجزائر وتونس، داخلين في هاد الدول اللي اسبانيا غتفتح لهم، وماشي اسبانيا اللي اختارت لان الاتحاد الاوروبي اللي اختار، يعني هذيك الليستادو اللي عندها نتاع الدول اللي غتفتح لهم اسبانيا الحدود راه هما اللي عطاها الاتحاد الاوروبي. يعني هذاك القرار جا اتخاذ شامل على كاع الدول في العالم، يعني تختار 15 دوله يعني منها هاد ثلاثه دول العربيه كما قلت لكم. هنا قال لك سيدي سي تراتا دي اون ميديدا ترانسيتوريا، هذا الشيء متعلق بواحد القرار ديال التنقل. كومو كاسي طولاس مينتراس سي كونترولا لا بانديميا، قال لك سيدي هذا الشيء هذا غير على ما تكون كونترولادا لا بانديميا. مازال ما وصلناش للنقطه اللي بغيت نشرح لكم بالضبط، احنا غادي نقراو وغادي نشوفوا التفاصيل. كما قال لك هنايا جاما لاتنسيون que potencias mundiales como Rusia o Estados Unidos seguirán teniendo prohibido ingresar en España. قال كسيدي الامر اللي يعني كيثير الانتباه هو ان اقتصادات قويه ولا دول قويه مثل روسيا والولايات المتحده الامريكيه مازال ممنوع لهم الدخول للاتحاد الاوروبي، وبالتالي اسبانيا انجريسار اسبانيا سالبو ان algunos casos concretos، فقط لبعض الامور اللي هي كونكريتوس بحال الاستثنائيات كما كنقولوا استثنائيات كي سي ديتايان ان اسا نورما اللي كيجيو في هذه النورما هذه، يعني يقدر يدخل شي حد من روسيا ولا من امريكا فقط في استثنائيات، شي امر اللي هو يعني خص ضروري تكون فيه شي فورسا مايور باش يمكن له يدخل. Por lo demás, los ciudadanos de los países de la Unión Europea del espacio Schengen y de otros estados como Australia, Canadá o Corea del Sur podrán entrar dentro de nuestras fronteras. وبخلاف هادشي هذا المواطنين ديال الاتحاد الاوروبي بصفه عامه والمواطنين ديال بعض الدول الاخرى بحال مثلا هنايا استراليا، كندا، كوريا الجنوبيه يمكن لهم يدخلوا للحدود، يمكن لهم يدخلوا بالحدود الاسبانيه. وهنايا راه ما قالوش الدول كاملين كما قلت لكم، للعلم راه كاين حتى دول عربيه، كاين بزاف ديال الدول، كاين 15 دوله هما اللي يعني تقرر انهم يمكن لهم يدخلوا. ان برينسيبيو اس، هذا هو اللي بغيت نركز عليه الاخوان ردوا معي البال. ان برينسيبيو اس دي ليستادو تيني كاركتر بروفيسيونال سي مانتندرا هاستا ال 8 دي خوليو. شنو معناتها؟ هذاك ليستادو ديال الدول اللي يعني مسموح لهم يدخلوا الاتحاد الاوروبي في الحاله هذه، لان هذا الامر هذا ما كيخصش فقط المهاجرين اللي عايشين في اسبانيا، ولكن كنهضر على المهاجرين بصفه عامه اللي عايشين في الاتحاد الاوروبي كاملين. هادشي علاش باش تكون تردوا البال وتردوا البال مزيان. هنا قال لك سيدي ان برينسيبيو هاد ليستادو هذا هاد اللائحه نتاع الدول عندها كاركتر بروفيسيونال، يعني ماشي انا فتحت معاك دابا غنبقى فاتح معاك انايا دائما. Este listado tiene carácter provisional, provisional y se mantendrá hasta el 8 de julio. دابا حاليا عندك من 1 حتى 8 في شهر 7 يمكن لك تدخل، من 8 في شهر 7 حتى يعني اسبوع اخر غادي نشوفوا شنو غادي نديروا. يعني كل اسبوع الاتحاد الاوروبي وبما فيه اسبانيا غادي يبداو كيقرروا شنو هي الدول اللي كومبلي لوس ريكيسيتوس وشنو هي الدول لوس كي نو كومبلين لوس ريكيسيتوس. يقدر مثلا نعطيكم مثال كوريا الجنوبيه مثلا كاينه دابا حاليا مرخص لها انها تدخل الاتحاد الاوروبي وتدخل اسبانيا، وقع واحد الريبروتي في هذا الاسبوع الاخير وطلعت الحالات وما بقاتش كتستوفي داك الشروط اللي وضعها الاتحاد الاوروبي باش يمكن يخلي الناس يدخلوا الاتحاد الاوروبي. هنا شنو غادي يطرا في الاسبوع الجاي؟ غادي تمنع كوريا الجنوبيه من الدخول، والناس اللي كانوا خرجوا ديجا مشاو فاكاسيوني شنو غيطرا لهم؟ غيصدقوا باقيين في كوريا الجنوبيه وما يمكن لهمش يرجعوا لاسبانيا. هذا هو الامر اللي بغيت نركز عليه الاخوان. انا ما كنقول حتى شي حد ما تمشيش ولا ما تمشيش فاكاسيونيس، ولا انا عارف بزاف ديال الناس
اللي عنده شي امر طارئ بطبيعه الحال، انا ونكون اذا كان عندي شي امر طارئ، اللي عنده والدي عيانين، اللي عنده ولادو تماك، اللي عنده بزاف ديال الامور، غادي يقول لك غير تسدوا هذه الحدود ونبقى انا تما في المغرب، المهم نمشي نشوف عائلتي، نمشي نشوف حبابي، هذا الامر حاسين به. ولكن انا نهضروا على الناس اللي كيمشيو باكاسيونيس، الناس اللي غادي تمشي يعني والدي الحمد لله بخير، عائلته بخير، كل شيء بخير، وهو عنده عمل ديالو هنا، عنده خدمه هنا، عنده منزل هنا، عنده وليداتو كيقراو هنا، عنده بزاف ديال الامور هنا، وغادي يقبط وغادي يسافر. عندك اسبوع، كل اسبوع كتجدد الليستا. يعني شنو، انا ما كنقول لكمش ما تمشيوش للمغرب، بطبيعه الحال انا من بين الناس اللي كيعشقوا السفر للمغرب، وبالاخص في الصيف، لانني كل سنه كنمشي نشوف والديا، كنمشي نشوف عائلتي، انا من بين الناس اللي كنعشق بلادي صراحه، ودائما كنمشي كنشوف عائلتي وكنشوف حبابي. وهذا العام هذا راه جاتنا صعيبه اننا ما نمشيوش بطبيعه الحال، ولكن كنقول لكم يعني المصلحه، المصلحه ديالكم والمصلحه ديال وليداتكم، باش ما تصدقوش تحتو يعني في واحد الفخ من بعد تندم عليه. هادشي اللي كنقول لكم، الحدود غادي تفتح، غادي تفتح، يعني ما غاتبقاش مسدوده، انا ناكد لكم هذا الامر هذا، ولكن ما غاديش تفتح يعني بداك الحريه اللي كنا عارفينها من قبل، وانك تدخل وتخرج كيف بغيتي، وتمشي وتجي فوق بغيتي. يقدر يفوت اسبوع وتغلق الحدود، واللي بقى بقى، واللي رجع رجع. هادشي اللي غادي نقول لكم، واللي كانوا عالقين يرجعوا داخلين، واللي كانوا هنايا يصدقوا مشاو للمغرب وبقاو عالقين في المغرب. هادشي اللي غنقول لكم، يعني ما حد هذا الوباء هذا مازال ما تكونترولاش، مازال ما لقاوش واحد المصل اللي يتحكم فيه، مازال الدول خايفه منه، مازال بزاف ديال الامور. فانايا كنقول لكم، انا على حساب هادشي اللي قريت في الجريده الرسميه اليوم، وهادشي اللي شفت، فكنقول لكم ردوا البال لا اقل ولا اكثر. شوفوا هنا شنو كاتبين، ان برينسيبيو ستي ليستادو تيني كاركتر بروفيسيونال اي سي مانتندرا حتى ل 8 دي يونيو دي يوليو كواندو سي بريفي كي سي تومين نوفاس ميديداس ال ريسبكتو دي استاس ريستريكسيونيس las mismas hacen que solo puedan entrar en España aquellos ciudadanos de países que lo tengan permitido y otros que cumplan con estos requisitos. Entonces, الدولة ديالك cumple con estos requisitos دابا. الانفراد وقع الله يحفظه شي 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 خلل، جات شي بؤره، وقع واحد الريبروتي، وطلعوا الحالات بزاف، لان كيفما شفتوا اسبانيا كما كان فيها حتى شي حاله، واحد النهار لقينا الالاف ديال الحالات كتدخل في اسبانيا. في البلاصه تسدوا الحدود مع اسبانيا، تسدوا الحدود المغرب، تسدوا الحدود في العالم كامل، ما فهمنا والو، تلقينا راسنا ما قادرينش نتحركوا حتى من المدينه ديالنا، ما حرك عاد من الدوله، حتى المدن ديالنا ما كناش نقدروا نسافروا منهم، كنا ما نقدروش نخرجوا من باب دارنا. فاش كتجي خارج باب دارك كتلقى البوليسي واقف في الزنقه كيقول لك واش عندك الرخصه باش تخرج، واش عندك يعني شنو غادي تمشي دير. فلهذا كنقول لكم الاخوان، فقط الانسان يصبر واحد شي شويه، اللي ما عندوش شي ضروره قصوى، كنقولها لكم، اللي ما عندوش ضروره قصوى باش يمشي للمغرب يجلس. والناس اللي في المغرب حاصلين غير تفتح الحدود يمكن لكم ترجعوا. كاين واحد الخبر بالنسبه للناس اللي عندهم فيزا تجمع عائلي وفيزا ديال سميتو فيزا تجمع عائلي، فيزا ديال الدراسه، وفيزا ديال العمل. هاد ثلاثه الناس هادو عندهم واحد الامر غادي نقولوا ان شاء الله في الفيديو الجاي نتاع المعطيات، الفيديو اللي كندير يوميا ديال المعطيات، غادي نقول لكم واحد الامور خصكم ديروها. فيزا السياحه اللي خداو فيزا السياحه قبل، مشات فيزا السياحه ما بقاش عندكم ما ديروا. الناس اللي عندهم فيزا تجمع عائلي، فيزا ديال الدراسه، وفيزا ديال العمل، هاد الثلاثه ديال الانواع ديال الناس خصهم يديروا واحد الامر باش يمكن لهم يدخلوا لاسبانيا. بطبيعه الحال اللي خداو الفيزا وتسالات لهم الفيزا ديالهم، انتظروا هذا الامر غادي نهضروا عليه ان شاء الله في الفيديو المقبل. دابا راه طولنا، نهضروا عليه في الفيديو المقبل ان شاء الله اللي غادي نديروا في يعني مع في الفيديو ديال المعطيات. وحاجه اخرى يعني ما شرتش ليها هنايا، هو ان دي غوال مودو سيوتا ايميليا مانتندرا سوس فرونتيراس تيريستريس سيرادس. سبتة وليليا خرجت في البوليتين اوفيسيال ديال الاستادو، الناس اللي كيسولوني على سبتة وليليا ها هي هنايا، دي سيوتا ايميليا مانتندرا سوس فرونتيراس تيريستريس سيرادس اديماس كومو يا se ha avanzado el turismo de cruceros no podrá hacer escalas en nuestro país hasta nueva orden. وداك السياحه ديال اليوخو ديال القوارب الكبيره ديال الكروسيروس ما يمكن لهمش يوقفوا في اسبانيا حتى نوفا اوردن، وسبته مليليا غيبقاو يعني الحدود ديالها مغلقه، وما كاينش شي فيتشا اللي كتقول فوقاش غادي يتفتحوا الحدود الارضيه بطبيعه الحال. كان معكم سفيان المرزوقي من قناه سفيان المرزوقي مساعد المهاجرين في اسبانيا، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر وموضوع اخر، وتكونوا في احسن الاحوال. السلام عليكم.